ما هي صيغة الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وقبل الشروع في الأكل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإنه يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود. ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، رواه ابن ماجه. وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود. وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي، ولكنه له شواهد يقوى بها.